زكريا جونيور قال لي خويا يوسف، بالنسبة للأرباح من التطبيقات، إيش المعايير اللي كتربح عليها؟ واش تحميلاتها والإعلانات ولا وشنو؟ لا تربح من الإعلانات وتربح من الإن آب بيرشيسز، راك فاهم؟ سيتاتر كي دير إعلان آد موب واحد يكليكي عليه تربح، آب إن آب بيرشيسز سيتاتر واحد كي كليكي ويشري زعما تكون داير زعما جو وتقول لها باللي باش تطلع النيفو 2 لازم لك تخلص 0.099 ولا هو يخلصها، ولا دير الايميل ماركتينغ في لابليكاسيون تاعك ودير سي بي ا اوفر تاع سي بي ا ومنه تربح بطريقه غير مباشره، راك فاهم؟ سي تادير لابليكاسيون تطلقها اوليو باش دير له ان اب بيرشيس دير له تقول له باش تطلع النيفو 2 دخل الايميل تاعك وفيريفيه، راك فاهم؟ باش تعرف بلي دخل الايميل صحيح تاعه. هو كيعطيك الايميل تاعه، انت من بعد هذوك لي زيميل كولكشن تاع لي زيميل اللي ديرهم تعاود دير بيهم تزيفط لهم دي زوفر تاع سي بي ا ولا دي زوفر تاع افيلي تاع امازون ولا، راك فاهم؟ تسمى كاين شغل، راك فاهم؟ كاين شغل طريقه تتبعها، راك فاهم؟ سلسله تاع الصوالح، سواء تروح للربح المباشر سواء تروح للربح الغير مباشر على حسب الكاليتي تاع لابليكاسيون تاعك، راك فاهم؟ الا كنت شفت لابليكاسيون تاعك غادي يشريو عليك غير ثلاثة ولا أربعة تاع الناس، لابليكاسيون تاعك ماشي زعما واحد لابليكاسيون لي فور، راك فاهم؟ ويشريو عليك غير أربعة تاع الناس ولا خمسة وصايي، دو بريفيرونس تلقاها باطل وما دير فيها لا ادمو بلا والو، بصح دير فيها الايميل تاع الايميل ما الايميل باش الناس تدخل الايميل تاعها، راك فاهم؟ وخاطر باطل الناس تولي تدخل الايميل تاعها باطل، تسمى اللي يستعمل لابليكاسيون تاعك غادي تعرف تكون اكسيور بلي غادي يدخل الايميل تاعه، كي دخل الايميل تاعه انت يا راك غادي من بعد تسوق له حاجه عندها علاقه بار اكزومبل بالسوجي تاع لابليكاسيون تاعك. الا كان نتايا لابليكاسيون تاعك تهضر على الفيتنس، واحد كي يعطيك ايميل من لابليكاسيون تاعك جاي من لابليكاسيون تاعك تاع الفيتنس، انت واش دير من بعد؟ كي دير ايميل كولكشن ايميل ليست وتبقى تزيفط لي زيميل تزيفط لي زوفر ولا هاك تسوق لهم حاجه، هذوك الناس اللي جاوا من لابليكاسيون تاع الفيتنس سوق لهم حاجه اللي عندها علاقه بالفيتنس، راك فاهم؟ شوف كاش اوفر يكون في الانترنت، يكون في امازون كاش برودوي تاع فيتنس، ولا يكون في كليك بانك، ولا يكون زعما في بلايص معروفين. عاود ما تبقاش تجيب من بلايص على بالك، ميم كليك بانك بزاف الناس ما يعرفوش سي كوا كليك بانك، راك فاهم؟ كي يجيهم اوفر من كليك بانك يشوفوا كليك بانك هكا لو ليان كليك بانك ما يعرفوش وشنو هي كليك بانك، بصح كي تجيهم امازون يعرفوا بلي هذه امازون. ثم راه في دي سيت معروفين وراه لي سيت ميم لي سيت بريفي هذوك اللي مشهورين نتاع واحد زعما فيتنس عنده، ادخل شوف ادخل انستغرام ياك، ادخل انستغرام وفي انستغرام روح عند هذوك شيرشي على هذوك تاع الفيتنس اللي راك فاهم لي زابدو منا هذوك لي موديل اون جينيرال تلقى عندهم البراند تاعهم لاين تاعهم، زعما تلقى بار اكزومبل غير اكزومبل تدخل تلقى واحد زعما بار اكزومبل اتليت بصح سما الدخل تاعهم انستغرام، راك فاهم؟ يجيب لي كليون عنده 1 مليون ولا 2 مليون سبسكرايبرز ويزي فطا يدير بروموسيون تاع البراند تاعه في انستغرام. انت روح للسيت تاعه، ادخل انستغرام ومن بعد روح للسيت تاعه وروح هود لتحت في لو سيت، غادي تلقى بار اكزومبل هذه دوك ندير عليها فيديو بليكرون باش تشوفوا اكزاكتومون على واش راني نهضر، راني غير نعطيكم غير فكره. من بعد واش دير تروح للسيت تاعه، في السيت تاعه راك غادي تلقى هذيك لو ليان تاع افيليت، راك فاهم؟ ولا تلقى دي بروموسيون، راك فاهم؟ تقدر مام تزيفط له ايميل تقول له بلي انا بار اكزومبل عندي 4000 ولا 5000 ايميل زعما نتاع ناس نيشان جاي من لابليكاسيون تاعي، توري له لابليكاسيون تاعك وتقول له راني باغيك زعما نديرو ديل، زعما تزيفط له. على بالك نورمال الناس يردوا عليك نورمال، زعما مام عنده 2 مليون فيزيتور سورتو لي زاميريكان، مام عنده 2 مليون فيزيتور بصح اون جينيرال لي زاميريكان كي يكون عندهم تلقى واحد عنده 2 مليون 3 مليون 4 مليون في يعني لي زابوني في انستغرام ولا في اليوتيوب ولا، تلقاه ما يخدمش وحده، تلقاه يخدم مع زوج تاع الناس ولا مخدم مع وحده سكرتير هكا تشوف لي تريبوندي على لي زيميل وكذا. زيفط له ايميل قول له انا عندي 5000 ايميل نتاع ناس نيشان
وعندهم عندهم انترست يعني في الفيتنس، قول له البرودوي تاعك باغي نسوقه لهم بصح اعطيني بورسونتاج. تفاهم معاه سي تادير، يقول لك نعطيك 30% ولا 40%، راك فاهم؟ ولا تقول له اعطيني بورسونتاج و او ميم طون راك تبيع البرودوي تاعك، او ميم طون راني غادي لاباج تاعك سي تادير نقول لهم باللي باش سي تادير ندير بروموسيون تاع لاباج تاع انستغرام تاعك، راك فاهم؟ هو ماشي غادي يقول لك لا باسكو انت عندك 5000 عبد، 5000 عبد هو جيه مليحه، 5000 عبد راك فاهم غادي يجيو على الانستغرام تاعه، صافي دير وين وين سيتويشن. خاصك تولي تفكر هاك، خاصك تطلع شويه في النيفو، ما تبقاش تدير هذيك تاع سبام هاكا وتحوس غير، خاصك تدخل مع الناس، خاصك تكونيكتي مع الناس في الانترنت باش تطلع. سورتو هذه تاع التسويق خاصك تكونيكتي، سقسي كاع هادو اللي راهم طالعين يكونيكتي ويديروا بارتنرشيب. هاوما علاش تلقى بار اكزومبل في اليوتيوب واحد زعما واحد عنده شان فيها 10 مليون بصح بصح تلقاه يجيب زعما ناس يهضروا في لاشين يعني يجيب يدير بارتنرشيب، راك فاهم؟ هاو تعرفوا تاي لوبيز عنده بزاف لي زابوني وعنده بزاف دراهم بصح مازاله يدير، تلقاه يجيب للدار تاعه يجيب زعما دي زاتليت يجيب، راك فاهم؟ هذه كاع عندها علاقه بالماركتينغ، هذه كاع ماركتينغ راك فاهم. لي ميساج ما راهمش يطلعوا على بالك، الميساج التالي راه تاع خديجه بيطوطه قالت لي طريقه باش تبيع اكثر في امازون. امازون هذا سوجي كبير تاع امازون، هذا سوجي شو انت على حسب انت واش راكي تبيعي، راك فاهم؟ دوك انت الا راك تبيعي ارغان زيت تاع ارغان نورمالمون زيت تاع ارغان مارش. الناس اللي يبيعوا زيت تاع ارغان بار اكزومبل، نعطيكم في امازون الناس كيفاش دير امازون ثاني خاصك دير فيسبوك ادز، راك فاهم؟ خاصك دير فيسبوك ادز باش الناس تبقى تزيفطهم البرودوي تاعك يشريوه، راك فاهم؟ قال لي زعما عندهم زعما سوكسي في زعما 60% 70% من الناس اللي زعما دايرين يخدموا مليح في امازون. باسكو امازون كبيره، امازون بحر وكاين بزاف لي برودوي، سما خاصك باش واحد يجي ويبقى هكا راك فاهم كليون يبقى يحوس يشيرشي ويحوس انت ما تعرفش واش راه اسكو راه غادي يطيح في البرودوي تاعك ولا لا. انت واش دير باش تسرع الحاله؟ راك فاهم انت الحاله زعما في ساعه تبيع، انت دير الادز، دير جوجل ادورد ادز، دير فيسبوك اون جينيرال، فيسبوك ادز ودير فيسبوك ادز وديرهم في الانترست. زعما الا كنت انت تبيع بار اكزومبل زيت ارغان في الفيسبوك اد تاعك، ما ديرش كاتيجوري تاع لايف ستايل ولا دير لك فاهم، دير كوزميتيك، دير الكيورد راك فاهم، ودير برودوي، دير فيسبوك اد امازون لو ماركت. انا حاجه لو ماركت بلي امازون باش يخدم لك غايه، امازون باش يخدم لك غايه باش تدخل منها دراهم مليح، لازم لك فريمون دير يعني تارجتد اودينس، يعني هذوك الناس، يعني ما تروحش دير اد عشوائيه فاهم، العشوائيه ما تخدمش في امازون. وخاصك وفيسبوك يعاونك بزاف على بالك، فيسبوك يعاونك باسكو فيسبوك الاد يافيشيها للناس اللي راهم ديجا يحوسوا على هذاك البرودوي من البراوزر، من الكوكي تاع البراوزر والهيستوري تاع البراوزر من جوجل كروم ولا الناس. واحد زعما انا نشري بزاف من امازون، نشري بزاف صوالح من امازون، كاع صوالح نشريهم من امازون. هي دي فون كون نشري بار اكزومبل ديجا هذا ترايباد، هذا اللي راني حاط فيه الايفون شريته من امازون، هي شاك فوا ندخل فيسبوك يطلع لي منه ترايباد، راك فاهم؟ ترايباد من على كل النواع في الفيسبوك على ادروات، راك فاهم؟ يعاونك بزاف فيسبوك. بون انت الطريقه اللي قلت لنا عليها هي انه نتعلم البرمجه ثم نشتغل في فايفر بعدها ترجع تشري حساب ابل، الفكره وصلت اخي. واه ها هو وليد نزار عطاك الاجابه اللي سقساني قال لي يا ودي زعما الدراهم ولا دي فوا. شوف دي فوا دون لا في في الحياه ما يكونش عندك امكانيات ياك، ما يكونش عندك دراهم واجدين باش تروح في الطريق المباشر، تختصر
كي ما يكونش عندك الامكانيات واش دير؟ لازمك تروح في الطريق الغير مباشر. راك غادي تانفيستي في الوقت وتانفيستي في المجهود تاعك، تجيب شويه دراهم، راك فاهم شغل. تخيل معايا طريق مسرحه نيشان وطريق دايره، بصح هذيك الطريق اللي دايره اللي راها دايره من هي غادي تخرج في الطريق المستقيم ابري 20 كيلومتر ولا 25 كيلومتر. واحد اللي عندها الامكانيات راه غادي يدخل ديريكت من لوطوروت ويروح 25 كيلومتر. انت يا ما عندكش، ما تقدرش تخلص في لوطوروت، راك فاهم لوطوروت بيون ما تقدرش تخلص بيه. واش دير؟ تقبض لا بيست ولا تقبض طريق نورمال؟ تقبض ناسيونال، تروح مع الناسيونال، طريق ماشي مليحه بزاف ولكن راه غادي توصلك، راه غادي طول 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 وتوصلك، تخرج من هذيك ال 25 كيلومتر من هي وتدخل لوطوروت. ياك هكا الدنيا. ما يكونش عندك دراهم، انفيستي في الوقت والمجهود، تعلم، دخل فايفر، دخل لي سي تاع فريلانس، دير لهذا بروجي تاع 10 دولار، دير لهذا بروجي تاع 50 دولار، دير لهذا بروجي تاع 100 دولار وهي ماشيه بوندون كيلكو موا. دير 1000 دولار ولا 1000 دولار بروغرام من الزيرو. انا نخدم في الزوج، نبروغرامي من الزيرو ونخدم الريسكين، سا دي بون، راك فاهم. انا الا شفت روحي بار اكزومبل، الا شفت روحي جو ياك جو بار اكزومبل كون نخدمها من الزيرو يقبض لي بار اكزومبل 3 موا، بصح لو ميم جو نقدر بار اكزومبل نخدمه بلوجيسيال اللي ما تكوديش ولا زعما نخلص واحد ديريكتومون يخدمه لي في ساعه اللي هو سبيسياليست في الجيم ويخدمه لي في 2 سيمان ولا 3 سيمان، فاهم. نمشي مع الوقت. هي شوف تبع سيتوياسيون فينونسيير تاعك، شحال عندك دراهم ياك، وشحال عندك وقت، وشحال راك تدخل دراهم شاك جور. الا كنت تدخل دراهم شاك جور محوايج واحد اخرين، تقدر تجيب هذوك الدراهم شويه منهم دير بورسنتاج باش تخلص ناس واحد اخرين يخدموا لك صوالح باش تربح الوقت. لا كنت ما تدخلش بزاف كاع وما عندكش دراهم باش تخلص واحد ولا باش تشري لوجيسيال تاع 2000 ولا 3000 دولار، خدم من الزيرو. سما تولي تانفيستي في الوقت، يا سوا تانفيستي بالدراهم سوا تانفيستي بالوقت. وكي ما يكونش عندك الدراهم تساكري في الوقت، راك فاهم. وشنو هي؟ لازم تكون سيريو لانه الوقت ما يرحمش. انا تعلمت حاجه، كي تكون باغي تتعلم حاجه باش تدخل دراهم في انترنت لازم لك تتعلم، لازم لك تحط راسك وتتعلم سيريو. باسكو تبقى تتعلم غير جوج سوايع ثلاث سوايع في النهار وتنوض تمشي تلعب، تمشي تلعب كوره ولا تخرج برا تريح في القهوه، راك غادي تطول. خاصك راك فاهم، خاصك تتعلم، خاصك تحط راسك، خاصك شغل دير معسكر تدريبي في الدار وحدك. قال ودي انا 5 سوايع في النهار نتعلم بوندون 3 ولا 4 مون ساكري فيها، هاكا تتعلم في وقت قصير. بصح تبقى تتعلم ساعه في النهار راك غادي تضرب عام، راك فاهم، راك غادي تضرب عام وتسيب روحك ما تعلمتش بزاف. هذه هي الفيلوزوفي تاع التعلم. كاين واحد يتعلم بزاف ويتعلم في الساعه، وكاين واحد يتعلم شويه وما يقبض الوقت بزاف.